Express FM, زيد في القيمة. زون ميكس. جايكم من جديد في زون ميكس مع ضيفنا اليوم في زون ميكس اللاعب كريم العوار. نعود نرحب بك من جديد كريم. وبه كيفاش عديت كما قلت لك البيريود اللي فات بينا وحدك ولا كيفاش بغبت؟ الحاجة ميرسي بوكو على الاستضافة هذه. مرحبا يا خويا. شو نقول لك هذولي كما تعرف المرحلة هذه طويلة عن الناس الكل وما كان حتى واحد يستناها. أكيد واحد ديما يعمل في يقولوا نحن نترتيع البدنه يعرف كيف يخلي الفورمة كما تعرف ما تنجمش توا يقولوا نحن بلغة أنا نحكيه بلغة بريباراتير فيزيك ما تنجمش توا تعمل بريباراسيون بعد مش تعود تعمل بريباراسيون إذا ما تخلي بدنك ديما حاضر مش تعود تعمل بريباراسيون خاطر فهم بس من لعبي شفنا ريتم قوية معناها أنت قصدك شوية شوية معناها هكا أنتروتيان قلت أنتروتيان شو معناها أنتروتيان أنتروتيان شو معناها ديما تخلي روحك قولهم فورم باش تعمل ريتم قوي انت باش تعمل ريتم قوي ومن بعد باش تعاود تعمل بريباراسيون نحن عليه نعمل في البريباراسيون باش تقوي الريتم انت يبدا عندك ريتم قوي بزيد تقوى عليه ثم بوسيبيليتي كبيره نتاع لي بليسير خاطر شفنا كريم لي فيديو برشا بلعبي نشوف حاجه كاسحه في البحر نجم يعمل لك حاجه كاسحه في البحر مش بتاع كل يوم فهمت خاطر الترينين زاد على البحر مش بتاع كل يوم تاع مره نقولوا نحن في الجماعه فهمت وانتي تعرف تعمل بريباراسيون معناها ريتم قوي ولي وكي تشيلك بليسير في البريباراسيون معناها تحسب روحك عامك وفاء خاطر هو اي جوار مادام يحب يعدي عام باهي يلزم يعمل بريباراسيون باهي فهمت تنسق مع بريباراتور فيزيك نتاع جمعيتك ولا وحدك باهي يمكن باش نحل بارونتيز صغير على البريباراتور نتاعنا اللي هو سي عبد الله نشكروه الحقيقة اللي قاعد أنا عاملين جروب مع بعضنا قاعد جوارات اللي سرتون قلوا نحن المحترفين بعثنا في الاكزرسيس نخدمهم وحاجة أخرى زيادة الجروب اللي معاه اللي بقيادة سي عبد الرزاق ومعاه زيادة سي صبري وسي سامي ومبلوس المدرب الحراسي بيوت هذا جروب متاعنا الحقيقة اللي كلنا قراب لبعضنا ومعنا الكينيات زيادة باتصال بينا عندها ما تعرف مشكلة أو أي بلوسير للجوار ديما قلت لك البريود هذه مشكلة أنا ديما كنتاكت معهم والحمد لله لحد الساعة كنا لباس صحيح حد الساعة هذه السعودية تحس هالكلمة ولا لا أكيد أكيد أنا كما تعرف القرار الخارجي الخيراني الناس كل كانت تستنى في أني بلونش عندها بار كونتر تبدل توا كما تعرف انا باش ترجع تحضر كمال بريباراسيون ومن توم باش تدخل في قولوا نحن سيزون جديده معناها بريباراسيون باش تعملها نتاع كمال السيزون ومن توم سيزون جديده ان شاء الله نكملوا نحن بالقديم تبع شنو الوضع الصحي غادي الوضع الصحي انا نتبع الحقيقه مي ساعات تسمع في النهار 3000 ما يبشرش نحن نقولوا ما يبشرش اما بار كونتر كي تسمع قدم التيست يعمل تقول يبشر معناها على 30000 يخرج 3000 فهمتك حاجة عادية معناها نحن في تونس الحمد لله يا ربي يعني ما نقول ساترنا ربي مي كان نوصلوا نعملوا لي تيست هذوكم الكل وبعد نجم نقيموا بلاد صحيح يعني أنا تنجم تقول يمكن في بريود نتصوره حسب عشت شوية في تونس نشوف في أختنا في السعودية ضلي نحن جاتنا من اللول وهربت الناس مازالت ما تعرفهاش خاطر جيت بريود أول العام الناس كلهم مريضة كنت تذكر فهمت كما قلت لك نحن الحمد لله يا ربي ساترنا ربي الحمد لله بيه كريم خلينا نرجع بيك تنقيزه شويه في العوام نعرفش 20 عام هكا التالي حاجه هكا احكي لي كيفاش بديت خويك ظهرك انت بديت في مجرين هكا بديت في مجرين اول نهار قاعد بينك وبين روحك قلت نمشي نعمل تيست في مجرين ولا شافوك تقول عيطوا لك ولا اقول لك كيفاش بديت بالضبط بيه. في الليكول ولا مينيم لا بديت مينيم مينيم بديت مينيم اما انا عمري مينيم اما تستيت كادي ما تعرف نحن في الحكم في العمر هذاك ما نعرفوش ماناش نكوروا حوم ماناش نعرفوا النظام تاع الجمعيات كيف فهمتي انا تسينا نحن وقت ولد حومتي ما فينا كلاد معناها راك تعرف حال سيف وصغار بلغه اخرى تهملوا نلقاو وليدات قاعدين يكوروا قلنا خلينا ندخل نلقاو مقرين وقت فهمت لي عند مشكوره كبيره عندها محبه خاصه عندي دخلت تلتي بالصدفه معناها ما كانش في بالك بالصدفه نجمش خاطر بالصدفه نحن كيما قلت لك صغيرات قاعدين متعدين نلقاو جماعك وقلنا برا ندخلوا معاهم 7-8 سنين لا لا اكثر مينيم نتصور في اي 14 مينيم اقل بين بين بين
دوز كيك فهمت في العمر كيك متذكر 12 سنة 11 سنة أما أنا دخلت تستيت مع الكادي ما نعرفش دخلت تستيت تايبار بحكم أنا من قبل معنا بدني طويل وكل شيء ما يبقى جبت وقتها قلب وقعدوا معي بقيت فهمت أنا من قبل نحبها معنا أبار معنا ماك تعرف ما عندنا شكل اللي شواء متاع السبور آخر أبار الكورة الحقيقة في تونس ولا هون صحيح أنا مشيت في الكورة دولة يا ربي اللي معنا بقيت براسك في مجرين حتى يكشي لله محمد رسول الله حتى سنيور طلعت صغير فهمت ما تعرف إذا اللي مجرين دي ما نقول معنا أي جامعة الكل كبار في تونس مين مجرين عندي أنا عندها محبة خاصة اللي صحيح عندي مدة ما بعيدة عليها معناك تعرف أنت ذو الإسلام ولد سبور وتعرف اللي ساعة تجيك أوقات باش تبعد على برشا حاجات إن شاء الله أخويا في فرصة باهية نرجع للجمعية ونقفوا معا إن شاء الله كملت حتى السنيور في مجرين كملت حتى السنيور أنا وقتها طلعت صغير سنيور لعبت عامين في السي أنا درجة ثالثة نقولوا نحن وعام في البي فهمت ومن بعد مشيت للكلوب عمري وقت بين 18 و 19 سنة طلع على السنيور كيفاش جيت؟ طلع كيما قلت لك أنا الحمد لله يا ربي أنا كنت خدام من قبل عمرك كادي طلعوك قلت لي طلعوني عمري جينيور طلعوني عمري جينيور في 17 سنة فهمت والحمد لله معناها ديما تعرف يعني ولاد حومتك وقريبة وكل شيء فهمت انا قلت حيشيك معناها تحية تسلم عليهم الكل الناس الكل فهمت معناها ديما في حومتك نقولوا نحن ادبت السبب باش تكون سهل فهمت الحمد لله واحد دخل في المعمعة صحيح كيفاش جيت مشي الكلوب ظهر لي نعرف نبيل كوكي عنده دولة كبير كان باه اذا باش نرى عليه بارونتيز كبير اللي برشا الناس وقت سينابيل رناني ما رانيش برشا وقت رناني بريسك 4 شهور ولا 5 شهور وخرجت انا مشيت في الكلوب كيف ديما نقولوا اسباب نتذكر مع مجرين لعبنا ماتش اميكال كنت راح اخذ دول الكرام وقت حق دول الكرام في الا لا شادها اسمه مهد مترابلسية اي مهد مترابلسية منتو نار جبارة لطفي جبارة امتى عملنا ماتش هميكا خسرنا 4-2 وانا مركز وزبون وصغير وقت معنا نحكي لك قدية في العمر صعف البوست هذيك من بديت كريمة لا لعبت كل شيء مش كل شيء معنا ديما ديفونسيف اكثر من اوفونسيف اما اكثر واحدة بيبو انت بحكم نحب الجري ونحبك الواحد حسيل معنا بدينا مغادي بيد بشوي ما تعرف ناسيونال سي واسمه بجوير يعني الكل بيجي عليك انت وشوف سبحان الله معناها وكل شيء يقول كذبة ربي البريود هذيك حال نقولوا نحن بريباراسيون وصيف معناها ما تنجمش جامعية الشريفة مشينا عملنا ماتش بقيت نعمل ماتش عندنا ماتش اميكال الاول كنت حق ولاد الكرم وعاودنا ماتش اميكال واحد اخر على خاطري انا بحكم وقت حق ولاد الكرم هي حابه تاخذني كنت ماشي حق الواد كنت ماشي حق الواد خذيت من ميجرين كانت تذكر وليد التايبوتش ممتع ومن بعد خلطت عليه حمود المعمد تحية لي انت لا هذوما كونا من بعضنا الجمعه اللي فاتت حمود المعمد بفضل حموده من اعز الناس اللي تعرفهم اسئله قلت لك بديت مغادي ماك تعرف يخرج كلام في هاكا ثم وليد باهي في جمعيه فلان خرج لي كلام جاو جمعيه تفرجوا في وقت البريود هذيك راني فينا سينابيل وقت سينابيل ينصح فيا الحقيقه وكل شيء ويمشي وكل شيء فهمت وبشوي وقت ديما نقول انا ثم واحد اللي عنده فضل كبير اللي خلاني نمشي للكلوب اللي هو نشكره برشا شي نجيب غميد وحسن خالص اللي عنده محبه خاصه علاش كيفاش شنو دورهم كان مش نقولك في دورهم انا قلت لك راه كنت اكتيفني الحمد لله يا ربي ديما نقول لك في العمر هذاك وطفل صغير اكيد باش جمعيه الكل معناها نقولوا نحن يكلموا فرصه فهمت ولو انه كريم تلعب في السي كما قلت لي معناها العينين مش برشا على السي ولو انه وحتى كان العينين عليها تمشي معناتها بالتدرج تمشي بي ايكيب متوسطه في الار يعني اما طول الكلوب نيفو ديريكت بحكم ديما قلت لك انا راني كنت حتى في الليجان نمشي كانوا يعملوا كيب ناسيونال نتاع النخبه نتاع بن عروس وحدهم ريجيونال فهمت نتاع بن عروس وحدهم كنت نمشي معناها فهمتك معناها الحمد لله واحد تحس معناها حتى لعبات كي تفرج تحس اللي النيفو نتاعو اقوى فهمتك وان بليس كي تلعب ماتشات اميكال كونتر جمعيات ناسيونال حتى انا نحس روحي مانيش معناها ماكش بعيد صحيح كاو معناها بديت لي كونتاكت مع جمعيات وكل شيء وكلهم اتصلوا بي الحقيقه
مش هذي وهذا زي ما نقول الحمد لله ربي دارت الدنيا ولعبت فيهم الأربعة اللي تنجيوها بعد ما اللي اتصلوا بي معنا جميع الأربعة وكل شيء. وبحكم يمكن سينابيل عنده قرب أكثر النادي الإفريقي وكل معناه انصحني أن نمشي للكلوب خير وحاجة أخرى. أنا معنا في العمر ذاك اللي الحمد لله كان مقل مخ كبير شوية معنا على عمري اللي ديما نخمم معنا تحب ولا تكرم أنا جيمش في العمر ذاك نمشي تبعد على دار أنت خاطر ثمك تقولوا نحن عمر باش تتنقل معنا كزعمة زعمة كبرت وفهمت شنو هي أقرب بلاصة؟ أنا قلت هاي شاكل أنا قلت مدريد أقرب بلاصة هي نادي الفريق هي ترجي هذه تونس خاطر البارك أقرب من البارك بيب خاطر خطوات أنا حتى على ساقك 10 دقائق كاو اخترت لي شو هذاك والحمد لله وراني وحتى كي مشيت عند مارشان أنت اللي الحقيقة مارشان وقت جيت ما كانش مقتنع كيما قلت أنت بكريكا اللي جوار جاي من ناسيونال سي وكيف باش يلعب في جمعية كبيرة كيما نادي الإفريقي وهيت ما كلم أنت الحمد لله واحد معناه من اللي مشى عارف ما كانش مقتنع بيك مارشان مش ما كانش ديما تحب ولا تكره كيف باش تجيب أنت اللي نقولوا نحن كيف تجيش لي جوارات نسبة النجاح مش قلنا احنا نسبة النجاح في قديه في الأخطاء باش تخطئ معنا في نسبة الخطأ معنا ثم عبيت يغلطوا 50% ثم عبيت 60% هو ما كانش يقول مش ما كانش من بي أما يقول لك كيفاه جوار جاي من الناسيونال سي واحد فهمت كيما قلت لك أنا قبيلك صعيبة شوية باركونتر كيما قلت لك أنا وصلت نترينو مع سينيور نمشي نكور مع الاسبور هو يجي يتفرج كي جاي يتفرج وكل شيء مع سي نجيب يحكي معاه وكما تعرف شنو هو دورهم قلت لك بعديك ان نجيب غميض وحصل خالص سي نجيب شنو نقول لك انا عرفت كيف يحكي معايا وديما تحب ولا تكره انا في العمر هذاك جاي يحكي معاكم انا اسم كبير صحيح. في الكوره نفس البوست انت نفس البوست يعني كنت سبختني نفس البوست انا خاطر كي سي نجيب يمشي يحكي مع مارشان يقول وراه هكا وهكا وهكا ديما يقول لك شبيه معنا فهمت شفت انا على عيني معنا باركونت كي مشيت ليامات مارشان اقتنع بكلام سي نجيب فهمت وستة شهور الأولى ما لعبتش معناها ديما نترينو ونط نلعب على السبور وساعات برناك ومن بعد جمسي عبد الحق اللي خديت فرصتي معاه الحمد لله رب باهي من جماعي كما كنت تحكي كريم من جرين للكلوب بين ملاعبية كبار كنت تشوفهم حتى في التلفزة يمكن كيفاش كان تأقلم مع الملاعبية هذا فحكت معاه لا انا حتى انا ديما قلت لك انا ولد معناها من جرين بحكم ثم برشا جوارات خرج إنما أنا البريود هذيك ثم حمد المرزوقي ثم بسام داعس ثم كان تعرف توفيق ومنذر صالح أنا خرج برشا جواريت معناها ما عندي شكل النظرية متاع ما عنديش ملقب نقص صحيح ما عندي شكل أو كبير فهمت ما عندي ما عندي في مخي أنا كتبان بالكورة شو يقولوا من احنا كلها ما عندي كلمة تقال ما تقالش كتبان بالكورة تبكي يوم وتبكي يوم فهمتك أنا متاكل حواب من الشعبية كونفيونس في روحك معناها فهمت والحمد لله الحاجة اللي باهية اللي بريود هذيك اللي ما يعرفش عن النادي الفريقي اللي بالرسمي ثم جروب الناس كل تحب بعض فهمت كيف الناس كل تحب بعض ما الكبير يقدر الكبير الكبير يعاون الصغير فهمت الحمد لله لقيت الحقيقه لقيت معناها نقولوا خلت فيسع في الجو شكون عاونك برشا وقت شكون كان قبلي كان وسام كان خالد زقاو الله يرحمه خالد مولي لا خالد سويسي خالد السويس زقاو أسامة هذوما اللي كانوا فهمت وخاطر البريود هذيك جيت أنا زو قبلي بشوية معناها فهمت فهمتك كريم ما كنتش لاعب أساسي ديما في الكلوب معناها كان لك يلعب لسعد وسام في الوسط هكا ولا قلقتك شوية الحكاية لا بالعكس أنا ديما نقول لك الحاج الباهي في اللي صبور أنا ما نحبش كان قالوا نحن شبيني ما لعبتش ما عنديش الحكايه هذيك حتى كي نقول شبيني ما لعبتش اللوم روحي قبل ما اللوم الانترونير ما فماش انترونير جوار باش يربحوا ما يلعبوش صحيح هذا يكون قالوا نحن من اسرائيل لو باش يلعب مي يمكن جات البريود هذيك معناها كورا ذوما ثلاثه مي كل ما تجيني فرصتي عرفت كيف استغل الحقيقه ترجيت نذكر انا بديت بشويه خاطر كان نشوف انت السيزون الاولى بديت انا سيزون الاولى ما نروح جندوبه وتروح بديت انا وقت بارامون سيما مضروب ولا شنو ما كاسمش ريزلتان تفكر وقت. لا بديت ومن بعد بديت من الاولى ريزلتان ومن بعد جيت في ثلاثه ماتشات وقت نذكر مستير في مستير
بونتو لا سعد مارك الاخير والله ما نعرفش كون مارك الاخير مي بدات مستير في مستير خسرنا 2-1 جوز ثلاثة ماتشات جوز ماتشات ولا بعضها منير فهمتك مشيتش شوية ومن بعد عطى ربي خير شامبيون 2008 هذه 2008 فهمت قال باش كريم على الشامبيون هذيك مستحقة كريم اسمعني ديما شنو نقولوا انا شوف فسلك ما يخلص لي العنبه يقول قارص قارص كلام من هنا هنا معناها كلام اللي ما نتصورش تمشي عملنا روتور ما في حتى خسارة والبريود هذيك معناها شكون اللي تنافس الوقت ليتوال والكلوب افريكا ليتوال عندها جينيراسيون بي وقت از شامبيونز ليغ وعندها جينيراسيون بي هي الحقيقه فهمت معناها ما نتصورش انا جمعيا في الـ في الـ في الـ باش تعمل باركور هذاك الكل ديما نقول الكلام اللي تلقى في مات جورجيس مات جورجيس ايوه ضربوا بعبوله وشنو صار وقتها اسمع ديما نقول انت كنت حاضر احكي لنا اش فما اوتوماتيكمون احنا لعبنا كونتر جماعيه جورجيس نجيب اسم كبير مين جات في البريود هذيك هي يقولوا راح طايحه عند جات البريود هذيك طايحه وعندهم جديده ما ترناوش هما عرفتك دخلوا الديبار نتاع الماتش اللي يقولوا نحن قدام الجماهير هذيك الكل وخاطر الحقيقه ما عمر ما شفت ماتش ثم ماتش باركه شفته انا كاورته انا حضرت فيه اللي هو تروح الكونغو تونس اللي الجمهور بعد تروح الكلوب وجيبس انا الجمهور بالرسمي ما عندكش معناها ريت لي للبرا كلوب جوز لي للبرا اكثر من للداخل فهمت ندخل ونقولوا نحن نقولوا نحن بالسبري نربح نحب نوريو الرواح اوتوماتيكمون باش تكون بريسيون على جوريتنا ديال الفريق خاطر نحن مطالبين نقولوا نحن البريود هذيك نحن مطالبين بالريزلتا مي كل ما يمشي الوقت كل ما الفيزيك معناها نقولوا نحن معناها حتى كوتي فيزيك هما يتيحوا نحن نقوى فهمتك انت انا نشوف الاخر ماشي ما نشوف انا اول ديبار نقولوا نحن نتاع ذكر بالرسمه انا بقات الحكايه في راسي تو ديبار نتاع جامي تو ماشي نجم يكوروا ماشي نجم يتمشى ماهمش ثاني اخر فهمت صحيح عندهم ديده كاو معبوره انا قدامي ايش صار في التونيل ما فما حتى شيء واللي عنده حاجه تصير يجيب قدامي شنو هو ماشي صار شيء حتى شيء ما صار حتى شيء انا قدامي قلت لي شفته ما صار حتى شيء فهمت انت اللي عنده تصور حاجه تبين يوريهم انت كيفاش تقيمها التجربه في الكلوب جينيرالمون انا ديما نقول الكلوب هي الجمعيه ديما نقول الكلوب هي الجمعيه الاولى اللي قلنا نحن اللي زادت عرفتني في تونس انا ديما نقول واحد ساقه والفضل لربي وبعد ترجع للجمعيه اللي هي الجمعيه الاولى اللي كورت فيها الكبيره نقولوا نحن اللي ورتني نحن الجماهير اللي عرفتني خاطر تحب ولا تكره النادي الافريقي من اكثر مش من اكثر حتى نقول اكثر جمعيه في تونس راهي تعرف جوارات سورتو اللي كور فيها ويعطيها بقلبه راه بخاطر قاعده جماهيريه اللي عندها الحقيقه كبيره برشا وكانوا يحبوك انت باش الحمد لله معناها يعني خاطر يعرفوا قيمتي الحقيقه ما انا ما كالعباد لا عندي لا ناقص لا زايد انا يعرفوني نمشي نترينا ونروح كي نقول لك ماسكيرانو هذه غنيه انت ديما قلت لك الجروب هذاك يمكن تظلم الجروب هذاك بلا اسم خاطر ثم جروب انت حتشوف بريسك عندنا مانيش باش نقول عندنا 23 جوار ما عندنا كان جوار نيفو عالي على الاخر كنا نجمو نعملو خير من اللي عملناه برشا هي هذيك جينيراسيون خسرت 75 با خسرنا 5 اما ما 5 راهو انا عمري ما ننسى هذاك رانا عشنا حاجات عشنا حاجات مثلا شنو؟ انهم ماشيين خاطر كيما تعرف في نيجيريا وبرتي من خاصه نتاع العشيه يجيك الحاكم يقول لك راهي البلاد تخرج على السايت برتي من خاصه نتاع العشيه صح احنا ماشيين هبطنا في لوين هبطنا حاسين واخذين الكار احنا ماخذين الكار عشيك واحد 100 ملوح والله واحد 100 ملوح وظهر عنده مديده معناها بمساقين باش يلعب الماتش لا وظهر عنده مديده معناها عرفتك والنسري نقر فيه والله من حاجات ودي يبيعوا في السلاح قدامنا تحت تيرا يا مال بيع في السلاح ومن بلوس ريتك باش تدخل تيراي نمبا تدخل على السوق اي تدخل على خاطر سوق ضيق من ريت الكار تعدى من السوق معناها ريت الكار ماك باش تعدى من السوق معناها تنجم تبدا كار اعرض من الاخر شو تنسى الحيط وينمبا عندها رئيس مافيوز هدوكم اكثر حاجه
هدو مش من أنا مش هدوك بطريقة نقولوا نحن جيك من أما الحاجات اللي قاعدة تتعمل في التيران حاجات مخيفة مثلا نحن نعمل في الإشافمون الرئيس دخل بالكهرباء خارج رسم التوقع الكهرباء ويرمي بالفلوس والله يرمي بالفلوس فهمت يضربوا فينا بالبطاطا هكذا تخلش بهم يضربوا في البطاطا وهي بطاطا يبدأ فيها لا مول يبدأ فيها مسمار يا معلم فهمت حسير نعطيك من الاخر الاربيتر كي زفر حمدول حمدول لا نعم ليلة مش تعرف الاربيتر هم المهم اي اربيتر كي زفر يزفر معنا فيه ستيرا ولا ايه ستيرا يزفر زفر باخذة تونير هو مش عادة تخطر هو الفيستير الفيستيريت قراب فهمت الجازون معنا برسك 3 متر وصل قرب 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 الفيستيريت وزفر وتخلي يجي وقت نذكر مصر بوكون داخل وراء يجي فهمت مين هذا ما يعنيش اللي زاد نحن الامر احنا الحقيقة كنا ما نجموش نجمناش نتيح في البيج هذاك كما تعرف ورجع وقتها مش نلعب ماتش روتور وكنا نجم نترشح صحيح صعيبة خمسة بس خمسة اثنين هاي انت مين المشكلة مش في صعيبة الخمسة المشكلة اللي عرفت واحد واحد ضاعوا في هذا لا وفي اثنين واحد وضيعنا برشا وحاجة أخرى بريسك قلنا احنا ثلاثة ولا أربعة جولات ما لعبوش اللي أعطاه حمر أعطاه واللي أعطاه جوزيم أعطاه فهمت معناها كم فهمت هربت بيا قبليك قلت لك شنو حكيت ماسكيران قبليك الجمهور هذا حاجة كما هكا الملاعب دوبا طالعة جديد تشجع ولا أكيد تشجع معناها ماك تعرف مش أي جوار باش يجوا يغنيوا علي احنا وقتها أغنية على الجروب كامل معناها يزيد واحد يقولوا نحن اللي العباد اللي وصلت غنت عليك ولا تصفق لك ولا هذيك اللي عاطية فيك ثقة لأن أنا عندنا عقلية في تونس شبيه يسب عادي باش يسبك أنت دخلت في دومين دومين الكورة أنا تقبل كل شيء لازم تقبل كل شيء كيما في البيت كيما في الخارج صحيح هذاك الجمهور اللي سبك باش يجي نهار ويصفق لك انت ما تنجمش تحكم على الناس مش ناس كل تفهم كوره مش ناس كل تتفرج فردي انت كيما قلت لك هنايا ذا وقت علي انا وزو وزقو كل فهم حتى كيما قلت لك الجينيراسيون هذيك كنا نجم نعمل خير من كيك برشا ما خذوش كيفاش كان من كل يوم مرتين انت خرجت ما مشيت الامارات وما خرجتش من الامارات انا جيت خرجت بري خرجت بري للناس ما تعرفش خرجت بري الوحده الاماراتي لست بري الوحدة دخلت فلوس للنادي الافريقي اللي ممكن الناس ما تعرفهاش دخلت بريسك 400 ولا 50 ألف دولار ليه معروف ان الوقت قريب معناها فهمت مشيت عملت عام باهي غادي وكان بسيلي برشا حاجات يعني كنت نجم نجلس كنت وكانوا باش يخدموا خاطر مشيت بري انا مين ديما نقول لك في الكرة فيها الباهي وفيها الخايب اللي ماما اللي باش نحكيو على الكونترا باش نحكيو على كل شيء عملت ليغامون كروزي اللي جالي بعدها على كل جوار وعلى كل عبد فهمت اوتوماتيك ما باش تعمل كروازي لازم برشا وقت كاوما انا ما كتبش رجعت لتونس رجعت لتونس والحمد لله عاد رجعت اللي رجعت فيسا معناها انا بريت 3 شهور و 20 يوم رجعت نكاو فيسا معناها فيسا الحمد لله والخرجه فين الخرجه الثانيه جيت لدوسلدورف فهمت اللي هي الخرجه هذيك بريت جامعي بقات عام تبع فيا جيت وقت جاتني في الشتاء عطاو اوفر للنادي الافريقي وقتها هو شكون الرئيس وقتها نتاع السيزي جمال العطروس جمال العطروس ما قبلش وانا مزوج 6 شهور معناها بريسك عطاهم ليسونس كونت لورو وقت انت ما قبلش وكيما قلت لك واي واحد راه وقت عمري في 24 سنه من اي واحد كي باش تجي الفرصه يحب يخرج انت مو بزاري وقت مشيت عملت بري كونترا خلصت فان كونترا خلصت اي جي لوفر من الرئيس ما حبش فهمتك ومن بعد وقت صارت الثوره ساهمت في اللطخه اللي نتاع الكلوب دفعت مليون ونص شوف لا دفعت اكثر بالحق ما دفعت حتى خرج مونتو مليون ونص قال قداش مليون ونص دفعته للملعب التونسي اوكي قداش دفعت لا علينا ما اكثر معناتها مازلت عندك بلاصه في الثقه لا عندها اسمع مش نبدا واضحين نجم يقول شبيه يحكي هكا كريم و انا معظم الجمعيات عندهم بلاصه في قلب تقول لي عليه على خاطر معاملتي معاهم كانت بروفيسيونيل فهمت بروفيسيونيل من انا اللي نقدرك تقدرني صحيح الحمد لله النادي الفريق تحب كما قلت لك الجمعيه الاولى اللي حطتني اللي عرفتني ديما اذا نرجع وراء واحد الحمد لله اللي ساقوا قولوا نحن وخدمته وربي سبحانه ومن بعد تجي جمعية اللي عرفتني يعني دي ما ننكرش يعني أنا حاجة في بيان ما ننكرش فهمت
معنى عادي معنى حتى أي جمعية أخرى كانت نجمة تسير لها أكيد معنى وانا ريت منها البيه أكيد باش نقف معك واضح. مازال مش حكيو على تجارب كل المزيل كريم الخمسة مطيفة نص وقت في الأخبار نستقبلوا جميل زميلتي فدوة تركيب بعض المواصلين